نجدد تحية أعزائي المشاهدين، فقرتنا الأولى من اللقاءات المباشرة في حلقة اليوم من الملعب، وفي ضيافتي الأستاذ حامد علي بابا رئيس نادي منفلوط بمحافظة أسيوط بصعيد مصر. حامد منورني وأهلا بحضرتك يا فندم. احنا منور بوجودك كابتن وبوجود القناة، والقناة هي اللي منورانا وهي اللي مطلع اللي موصل صوتنا للمسؤولين. زي ما وعدناكم ان احنا يعني لن نتوانى على ان احنا نطرح المشكلات الموجودة في اي نادي مهما كان النادي ده موجود في اي مكان، بنبدأ من الصعيد وبننتهي بالسينة والعريش وايضا مطروح، كل المحافظات وكل الاندية اللي مفكرين ان صوتها ما بيطلعش، لا بيطلع معانا من هنا، ومشكلاتها بنحاول ان نبحث لها عن حلول من ملعبنا من هنا. استاذ حامد، يعني انا اولا بعتز بيك على المستوى الشخصي، من الشخصيات الرائعة المحترمة، لك ثقل في منطقتك وفي ديروت في محافظة أسيوط. لكن وجدنا أن نادي منفلوط بعد ما كان بيلعب في القسم الثاني الموسم الماضي فجأة انهار، وأنا آسف في كلمة انهار، ونزل للقسم الثاني. بكل تأكيد في أسباب، سواء كانت أسباب معلنة أو أسباب خفية. أنا عاوز أبدأ معاك حكاية منفلوط اللي موجود فيها نصف مليون نسمة، 500,000 شخص بينتموا لهذا المركز. ايه حكايه منفلوط وايه المشكلات اللي بتواجهكم في النادي، وليه نزلتوا من القسم الثاني الى القسم الثالث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الرياضه في الصعيد تكاد تكون يعني في ود، يعني دابه بتنتهي في وقت، في وقت. انا كنت اسمع عن وقت البنات زمان، ما هو وقت الرياضه في الصعيد وفي أسيوط بصفة خاصة، وجاءت إلى منفلوط على وجه الخصوص بعد أن ترعرعت الرياضة وصعدنا إلى القسم الثاني الممتاز به. فوجئت أولا قبل ما أفاجأ بهذا الوقت، كنت أتطلع أن القائمين على الرياضة يقومون على الرياضة قيام حقيقي، ولكن وجدت بعد أن تدخلت في الأوساط الرياضية أن القائمين على الرياضة عايزين الرياضة شكلية. عايز أتكلم بالبلد عشان ما أنا كلمني بالبلدي. مين القائمين على الرياضة تقصد مين؟ القائمين على الرياضة ينقسموا إلى ثلاثة، وزارة واتحاد ومحافظة. دول التلاتة اللي هم المفروض يساندوا الرياضة كل على حسب اختصاصه. تمام. بالنسبة للوزارة، احنا كنادي منفلوط الرياضي يتبع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط التابعة لوزارة الشباب والرياضة، التي كانت منقسمة وما زالت منقسمة شباب ورياضة، وما زال هذا الانقسام داخل الوزارة إلى الآن شباب ورياضة. أنا كنت سبب إن أنا بقول الكلام ده، أنا كنت على اتصال بالرقم الساخن للوزارة، فاللي ردت عليا المسؤولة قالت لا انتوا تبع الرياضة مش تبع الشباب. قلت لها انا بكلم وزارة الشباب والرياضة. في الواو دي بنسميها في اللغة العربية واو العطف، تمام، اللي بتفيد الايه؟ الترتيب. تفيد الترتيب او تفيد التشابه والجمع. الجمع الترتيب او التشابه او الجمع. ده الجمع بدون ترتيب. انا واحيانا بدون ترتيب. واحيانا التضاد. الجمع بدون ترتيب واحيانا التضاد. تمام. اللي هو العكس. فانا ثبت لي ان هي الاخيره اللي هي التضاد، الشباب عكس الرياضه. يعني كسروا قواعد اللغه العربيه. كسروا قواعد اللغه العربيه. كويس. ف ايه سبب الانهيار؟ السؤال الاساسي بتاع حضرتك، اولا ان الانهيار الرياضه بتحتاج، او عناصر اللعبه الرياضيه لها عناصر، وهذه العناصر لابد لها من دعم مادي. تمام. والدعم المادي مش هو المال، الدعم المادي عندي مش هو المال بس. لان الدعم المادي انا ما طلبتش من الوزارة فلوس او مال لدعم الرياضة، لا، منشآت. انا طلبت منها، يا ريت مش منشآت، انا طلبت منها بالاستفادة من المتاح لديها.
ايه هو المتاح لديها. انا عايز ملعب يكون عند الوزارة اللي هي المديرية اللي هي الادارة. شايف انا جايبها لحضرتك من بالترتيب، الوزارة المديرية الادارة بما تملكه من ادارة على مراكز الشباب واندية، ان استفاد من المتاح لدى ادارة الشباب والرياضة او مديرية الشباب والرياضة. اخدها انا معاك واحد واحد عشان بس المشاهد يبقى موجود معانا. اتفضل. احنا قسمناها ثلاث حاجات، وزارة كرة ومحافظة. انا بتكلم دلوقتي بما يخص وزارة الشباب والرياضة، سواء كان منها مديرية شباب والرياضة بالزارة. والادارة التابع لها نادي كرة الرياضة. تمام. عندهم ملعب استفاد منه، لان انا بقول لحضرتك الدعم، انا عايز دعم المنشآت اللي عندك استفاد منها للرياضة، تديني ملعب العب عليه. انت ما عندكش ملعب؟ ما عنديش ملعب اولا. لا تاني بس اركز معايا. نادي منفلوط الرياضي لا يمتلك ملعب، بقوم باستئجار ملعب مركز شباب منفلوط اللي احيانا بيطردونا منه، وعلى مرأة ومسمع من السيد وكيل الوزارة. من عندكم موجود ده مركز شباب منفلوط. ده المركز اللي انتوا بتلعبوا عليه، ده المتنفس اللي موجود، ده المتنفس الوحيد للمركز كله. شايف حضرتك والسيد الوزير جه وكنت مع حضرته وفرجته على المكان ده، هو دي غابات زي دي كان بعد مناشدة الكابتن شوبير هنا بالظبط. ما هو ده سبب، سبب زيارة الوزير مناشدة الكابتن شوبير، ان مش لاقيين مكان نلعب فيه، وعندنا ملعب على مسطح 7 أفدنة مش موجود في اي مكان، ولكن مهمل للغايه. شايف سيادتك حضرتك اهو، يا نهار ابيض في اماكن بالسوق. وده الملعب اللي انت بتلعب عليه، ده الملعب اللي بنلعب عليه. انت ترابي، واحنا راضيين بيه ترابي، ولكن هم مش راضيين يدخلونا نلعب فيه. يعني عاوز تقول لي، ان المنفلوط كلها اللي فيها 500,000 نسمه، المنشاه الرياضيه اللي موجوده فيها، انا اسف اللي انا اقول عليها منشاه رياضيه، الصوره انا يعني دي بعد النظافه، بعد ما بنقوم بتنظيفها، احنا اللي بنقوم بتنظيفها. امال مش وادي محضر تنسيقي من مكتب السيد وكيل الوزاره ان اقوم بتنظيف الملعب، ومش ملعبي اقوم عشان العب عليه. انت ما عندكش ملعب. ما هو الوزير لما زار المكان ده هو قال ده مش ملعب، قال ده اسوأ مركز شباب على مستوى الجمهوريه بنفس اللفظ. انا قلت صوره قميصه. شايف سيادتك ده النادي الاجتماعي اللي كان بيقولوا عليه. ده النادي الاجتماعي، اللي هو ده موجودين في ده. ده هو بقى ونقعد هنا. بالظبط كده. ودي الكافيتيريا بقى اللي موجوده قدامنا دي. ده بقى ده الصرف الصحي والميه الطافحه، وده المسجد. ده المسجد. بالله ما شاء الله، حاجه تفرح. طب الوزير كان رده ايه؟ ما ردش علينا، وتقدمت له بمذكره برضو للدعم، الى الان ما ردش علينا. احنا دلوقتي حسابنا اللي موجود في البنك 170 جنيه. طيب 170 جنيه. 170 جنيه، وانا مشارك في فريق اول، فريق 98، فريق 95 في كاس مصر في ناشئين مدرسه كوره. طيب انا هقف معاك بس ثواني معلش، وهوقف الصوره اللي موجوده قدامنا اللي بيقول لك عليها منشاه رياضيه، ان الشباب واهلنا في الصعيد الناس مكلومه، الناس خلاص فاض بيها الكيل، ودايما سياده الرئيس ودايما المسؤولين دلوقتي يقول لك ان احنا الاتجاه لصعيد مصر، لكن اطلع من الصوره السيئه اللي موجوده قدامنا ومن السلبيات اللي موجوده لصوره فيها نوع من الامل وفيها نوع من التفاؤل. كانوا برضو مهمشين وبعيدين تماما عن مجال الرياضه، لكن هناك نادي استطاع أن يرسم خارطة للكرة وللرياضة داخل محافظة بأكملها، نادي طبعا الرجاء في محافظة مطروح، اللي ببارك للصديق العزيز الحاج سعد أبو صندوق على فوزه النهاردة في مباراته في الأسبوع 11 على الأسيوطي ب3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة اللي أقيمت عصر اليوم. مساء الخير يا حاج سعد. مساء النور يا دكتور إيهاب، تحياتي ليك وقناة سي بي سي مصر وضيوف الكرام. الله يبارك فيك. طبعا الاستاذ حامد علي بابا معايا من منفلوط، ده من الناس المجتهده اللي عليه كتير، وتحياتنا ليه وعليه في الصعيد. الله يسلمك، مبروك يا حاج سعد الفوز النهارده. الله يبارك فيك يا دكتور، والحقيقه انا ببارك لك لانك انت نادي الرجاء ده ولد على ايدك، ودايما متابعه في القسم الثالث والاول والثاني والاول، فبشكرك وتحياتي اهلي مطروح كلها لسيادتك يا دكتور. بكل تاكيد يا حاج سعد فوز غالي بعد سلسله من الهزائم، بعد فوز يعني تاريخي على النادي الاهلي كبير الكرة المصرية، في بعض العثرات اللي قابلت فريق الرجاء بعد مباراة الأهلي وهزائم متتالية، لكن فوز النهاردة على أسيوطي ووصول للنقطة 13 أعتقد أن هتدوكوا أمل خلال الفترة القادمة. والله يا دكتور طبعا احنا بعد مباراة الأهلي في سوء توفيق كتير، يعني مباراة الشرطة ومباراة دجلة تعديل لغاية الدقيقة 36 وكرة ثابتة، فالحمد لله، لكن معايا جهاز فني محترم على مستوى عالي جدا،
كابتن محمد عبد السميع وكابتن سمير كمونه وكابتن عبد المنور وعماد وكابتن عظم وسمير ساعس برضه بالنسبه يعني الناس كلها بتجتهد وتحاول يا كابتن. والكفاح ما هوش مباراه او مباراتين ده دوري لازم نجتهد. وبعدين احنا عندنا تجربه السنه اللي فاتت اجتهدنا ولعبتنا كابتن لغايه اخر مباراه قعدوا مباراه فاصله. فمن خلال برنامج انا بشكرهم النهارده قدم مباراه كبيره وكان روحهم عاليه تركيزهم عالي والحمد لله ربنا بس ادعو ربنا سبحانه وتعالى انه التوفيق اللي لازمنا في المباراه الجايه باذن الله يا دكتور. ان شاء الله حاج سعد بنتمنى لك التوفيق. لكن بعيدا عن مباراه اليوم حاج سعد انت راجل انا بيعجبني فيك اصرارك وكفاحك وان انت عاوز تعمل حاجه مش للضبعه ولا للرجاء لمحافظه باكملها زي محافظه مطروح. انا بتكلم مع صديقنا العزيز الاستاذ حامد علي بابا رئيس نادي منفلوط. الصوره كانت قدامي حاج سعد دلوقتي عن الملعب اللي بيلعب عليه او مركز الشباب اللي موجود عنده في منفلوط صوره سيئه للغايه. انتوا حاربتوا بقى اصبح عندك ملعب في نادي في مركز شباب الضبع على اعلى مستوى في الحمام وتم تخصيص ايضا ارض لنادي الرجاء عشان يقيم عليها ملاعب. قول لي ايه يعني اللي تهمس في ودن الاستاذ حامد علي بابا تقول له ايه وتقول للمسؤولين ايه يا استاذ؟ اكون معاك طريقة يا دكتور. اللي ما يعملش منشآت وتطوير في مركزه وناديه في عقد المهندس خالد عبد العزيز مش يعمل حاجه. راجل مجتهد وراجل بيتعب وبينزل للمحافظات كلها. وعلى فكره هو جاي لنا زياره يوم الثلاثاء المطروح. هيفتتح عندنا مبنى التأمين المدني وهيبص على الملاعب اللي عملها كلها اربع ملاعب 11 و12 ملعب خماسي. الراجل ده مجتهد ومن خلال برنامجك هو رساله وصلت واول واحد هياخد الخطوات دي المهندس خالد عبد العزيز. واتمنى برضه يا دكتور عشان اكون صريح وادي ولاد حقه ان المحافظين كلهم يتابعوا سياسه اللي هو بدر قطباوي اللي هو ما نفوتش ولا حاجه. متابعه على الملاعب متابعه على الفرق وعلى الناشئين وكل حاجه الحقيقه متابعه ودعم معنوي ومادي في كل اتجاهات. والله يا دكتور ان شاء الله اشكرك شكرا جزيلا لحاج سعد ابو صندوق رئيس نادي الرجاء وبالتوفيق لنادي الرجاء خلال المرحله القادمه. انا حبيت اربط ما بين الاثنين يا استاذ حامد لان دي مطروح كانت برضو من المحافظات اللي بتقول لك مش واخدين حقنا زي شمال سيناء. السيد المحافظ والسعيد هناك اللي هو بدر السيد المحافظ دعم من ثلاث سنين لان انا كنت موجود مع الحاج سعد في الاتحاد ووقف معاهم وقفه يعني من ضمن اسباب نجاحه من ضمن اسباب صعوده السيد المحافظ. طيب انا عاوز اخلي نقطه المحافظه هنتناولها بالتفصيل لكن انا عاوز اتناول زياره السيد وزير الشباب والرياضه. كان مع اعتقد كان موجود رئيس الوزراء اياميها في زياره المحافظه كان موجود ولكن هو غير عشان يجي يزور ثاني يوم المركز بالظبط. وعدكم بايه؟ قال لكم ايه؟ ما وعدناش باي حاجه. هو قال انا هشوف الكلام ده بعد ما خليته وشاف المركز والنادي وراح زار النادي برضه لان النادي بجوار المركز يفصل النادي عندك حوالي مساحته قد ايه؟ مساحته حوالي 9 جراريت ونص. فيهم ملاعب؟ لا ما فيهوش اي ملعب. في مبنى اداري وفي مبنى فيه ست محلات مؤجرين ايجار قديم وفي ايجار بكام؟ ايجار ب 10 جنيه في الشهر 60 جنيه في الشهر وعندي مسرح افراح اجتماعي مسرح اجتماعي بيتاجر برضه ب 650 جنيه في اليوم في حاله وجود افراح. ده الموارد بتاعتي ده الموارد بتاعتي 60 جنيه ومسرح لو كل يوم بيبقى 650 جنيه 650 جنيه. كم فرقه عندك يا كابتن حامد؟ عندي اربع فرق. عندي اربع فرق بخلاف فرق كمال الاجسام والقوه البدنيه ومصارعة الزراعين والكاراتيه. ده كلها فرق عندي. وعندي ال 98 و 95 ومدرسة كرة ومشترك في كأس مصر. ده أنت جبار. ده أنت جبار. بتصرف إزاي؟ بتصرف إزاي؟ عامل زي الموظف. ما هقول لحضرتك بصرف إزاي. بياخد مرتب يقول لك إيه هي بتطلع كده ما أعرفش. ما هقول لحضرتك بصرف إزاي. بصرف إزاي؟ بصرف إزاي؟ بعمل لائحة. تمام. بابا ماشي متفق مع الجهاز الفني إن إزاي أقدر أخصم من اللاعبين عشان اوصل لنهايه الموسم. لا اله الا الله. ازاي اقدر مش اخصم وبس، اقتصد في تغذيه اللاعب وازاي اقدر اقتصد في وسيله المواصلات اللي اطلع بيها من اللاعب حتى لو كانت على حساب روح اللاعب. وانا بقولها ايه؟ اسوأ وسيله مواصلات بنركبها. تركب ايه وانت رايح المباراه؟ بشوف اتوبيس يكون رخيص. ب 300 جنيه ب 400 جنيه يطلع بيه المشوار مثلا لسوهاج او اللي كانت لبني سويف او للفيوم. مسافات طويله. مسافات طويله. ابعد مسافه عندك في الدرجه الثالثه كام كيلو بتروح لها؟ حوالي 250 كيلو. 250 وفي 200 يعني عندي مثلا وادي الجديد. اروح الوادي الجديد. عند الفيوم.
عندي سوهاج وفرق الناشئين برضو دلوقتي في الدوري. فرق الناشئين نفس الحكايه. اللي زاد عليا بقى فرق الناشئين الموسم ده في المصاريف ان الاتحاد الموقر والمناطق الموقره ان جعلت اجور الحكام على الفرق. تمام. الفرق المضيفه يعني انا دلوقتي بدفع ده في القسم الثالث. القسم الثالث نفس الحكايه كاس مصر. كاس مصر انا بدفع، انا كاس مصر اضطريت العب ماتش واحد وقعدت عملت اجتماع مع الجهاز الفني ازاي تتهزم، ازاي تتهزم عشان خلي بالكم الكلام، الكلام ده خطير. انا بوجه رئيس مجلس اداره بيشوف مع جهازه الفني ازاي يتهزم، ازاي يتهزم المباراه عشان ما عندوش، عشان ما عنديش. ازاي يتهزم، ولو لقيت ان الفريق الثاني يقدر يدفع لي مصاريف المباراه واقول له هنهزم وهمش هعمل لك ايه يا اما انا بقول هي الرياضه. وصلنا الرياضه الساده المسؤولين في الرياضه وصلونا لكده يعني احنا صعدنا وانا جيني بنافس والجدول قدام حضرتك اهو ترتيبك الثاني ترتيب الثاني نقطه ودايروت الاول 18 نقطه الثاني وبتمنى ان ما صعدش. تصدق انا والله حزين، انا بتمنى وبوجه الكلام ده لوزير الرياضه والسيد محافظ اسيوط اللي مش قادرين نخش مكتبه عشان نقدم له مذكره، بعت له كذا مذكره السيد مدير مكتبه منع اي حد يخش له، ده محافظ اسيوط السيد محافظ اسيوط تاني. السيد مين اللي منع؟ السيد محافظ اسيوط مدير مكتبه الاستاذ احمد الادفاوي منع اي حد يخش له. ليه يعني؟ هو معاه المفتاح اللي يدخل منه ما هو ما حدش بيخش على المحافظين والوزراء. لا لسه في الزمن ده. ما سيادتك هنا في حاجه على الهواء في حاجه وفجي بحر حاجه واحنا في الصعيد في حاجه، المحافظ ممنوع تخش له الا اذا كان في علاقه شخصيه او حد شخصي يعرف يدخلك للمكتب السيد المحافظ. انا بوجه الكلام ده وبقوله اهو وانا مسؤول عنه على مسؤوليتي زي ما بيقول الاستاذ احمد موسى. كلام خطير. كتبت انا معايا المذكرات ما عرفش ادخلها الاستاذ احمد. الاستاذ احمد لا تيجوا بكره اتصلوا بينا بس نحدد لكم ميعاد، نتصل بيه ما يردش على التليفون نروح له تاني نقول لنا ممنوع. ممنوع حد يخش للسيد المحافظ. طيب هنوقف ده الاستاذ احمد ده الحاكم بامر الله، ده الحاكم بامر الله على مكتب السيد محافظ اسيوط. وعلى فكره يعني احنا لما بنيجي نفتح المواضيع ما بنقصدش ان احنا يعني نهاجم حد، لا احنا قمنا بثورتين اتنين والبلد اتغيرت وقلنا المكتب المفتوح، وطالما انا داخل باحترام وبأدب وبسلوك محمود بعرض شكوايا، لان انا مش طالب حاجه لنفسي ولا لبيتي ولا لاولادي، انا بطلب للشباب. وما ادراكم ما الشباب؟ الشباب اللي هو ضحى بروحه في ثورتين اتنين عشان حال البلد نطلع خطوه لقدام. فاذا كان حنا في بعض العقول المتحجره حتى الان التي لا تدرك ان هناك ثورات قامت في مصر وان النظام السابق بكل سلبياته، كل سنة وانتم طيبين، يبقى عليه العوض من العوض. استاذ احمد انا لا اهاجمك مدير مكتب محافظ اسيوط، ولكن بقول لحضرتك عدل لله وللوطن اللي انت بتاخد مرتبك من خلال الضرائب اللي بيدفعها الناس دي كلها. سيد محافظ اسيوط سيادة اللواء ابراهيم حماد بشخصيات المحترمة جدا، ارجو ان يكون صوت منفلوط وصوت كل فرد موجود في محافظة اسيوط يصل الى اذن حضرتك وان تعي هذه الكلمات. انت على المستوى الشخصي والمستوى الميداني مشهود لك بالكفاءه وبالنزاهه، وان انت عمل دؤوب. الشباب ده القنبله الموقوته في كل مكان، اذا لم نحتوي الشباب ونفرغ طاقات الشباب في شيء ايجابي وشيء نافع يخدم البلد، يبقى احنا بنضرب راسنا في الحيطه زي ما بنقول. اتفضل يا فندم. السيد محافظ اسيوط له منا الشكر في الموسم السابق لان ساعد النادي ب 50,000 جنيه في نهاية الموسم، ولولا مساعدته. مين يا فندم؟ السيد محافظ اسيوط هو السيد ابراهيم حماد. تمام. عرفنا نخش له بعيد عن احمد. ووصلنا وساعد النادي من صندوق الخدمه ب 50,000 جنيه، ولولا هذا المبلغ ما تم الموسم السابق كنا انسحبنا. ولولا هذا المبلغ ما تم الموسم السابق. ده في بعض الناس لما تقول لهم حضرتك طلعتوا في الاعلام خلوا الاعلام حضرتك يتفعل. حضرتك وانا متابع برنامج حضرتك سالته سؤال يوم 13/11 للاستاذ مصطفى منصور. كان سؤال على مستوى الجمهوريه للشباب اللي حضرتك ذكرت الشباب وما ادراك ما الشباب والقنابل مش القنبله، القنابل الموقوته في كل مكان في كل مركز شباب. ايه السؤال لو حضرتك ترجع للحلقه السابقه؟ اول سؤال سالته هل اصبحت مراكز الشباب والانديه طارده للشباب؟
انت مسجل الاسئله اللي احنا كنا بنسالها للاستاذ مصطفى؟ انا بسجل كل الاسئله اللي تهم البلد وتهم الشباب في كل البرامج وبكتبها عندي وبخليها عندي. هقول لك حاجه، يا ريت كل المسؤولين زي الاستاذ مصطفى اللي كان موجود معايا مسؤول الشباب في الوزاره، مسؤول مركز الشباب. هو الراجل رد بكل احترام وبكل واقعيه ولكن بعيد عن الحقيقه. انا بقول مع احترامي للاستاذ مصطفى منصور بكل واقعيه ولكن بعيد عن الحقيقه، بس هو حل معانا مشكلات كتيره جدا يا كابتن حاج. حل مشاكل في وجه بحري محلوله. لا، وفي المنيا مركز شباب المحرس حل المشكله هناك، كان في مصرف عاوز يتردم. المصرف اللي على وانا سعيد جدا لانه تواصل معاكم معانا وتم حل. يا فندم حضرتك بتتكلم على محافظه المنيا، المحافظه الواحده فيها كم مركز؟ حضرتك هو ذكر كان عندي كم مركز شباب على مستوى الجمهوريه؟ 4360. تمام، ماشي حضرتك. المحرس دي قريه من قرى المنيا، قريه من قرى المنيا. انا منفروض عندي حوالي 32 مركز شباب. ما عنديش كل مراكز الشباب زي مركز شباب منفروض اللي حضرتك شفته ده اهو، بل يمكن مركز شباب منفروض ده مركز المتطور. ده المتطور. امال المركز العادي ده يبقى؟ ما انت حضرتك سالته مره، حضرتك سالته سؤال كان سؤال جميل. لما بتساله التطوير على اي اساس بيتم تطوير مراكز الشباب؟ وناخد السؤال ده سالته حضرتك، على اي اساس بيتم تطوير مراكز الشباب؟ اجاوب حضرتك، انا بقى اللي شايف في اسيوط بيتطور ازاي اذا ما كانش العلاقه مع وكيل الوزاره او وكيل. يا ريت زملائنا في الاعداد استاذ مصطفى يجيبوه لنا، مسؤول مراكز الشباب، نشوف. وطبعا الصوره واضحه قدامنا، وبناشد المهندس خالد عبد العزيز اللي انا بقول عمل طفره انشائيه لم تحدث في الرياضه المصريه من قبل. فسياده المحافظ، سياده الوزير اقصد، يعني نطلع زي ما بنقول من وجه بحري، عملنا فيه كتير. الصعيد لهم حق علينا، محافظات الصعيد من اسوان الى الفيوم او من الفيوم الى اسوان لهم حق علينا. فاذا كان هذا وحال الشباب في اسيوط وفي محافظات الصعيد، فتاكد ان المحافظات دي ستظل دوما طارده للشباب، والمحافظه او القاهره على طول عماله تحتضن كل يوم مئات المهاجرين من الهجره الداخليه. فده لازم الناس دي تاخد حقها، وهنناقش ده بالتفصيل. لكن خلوني اخد ايضا على التليفون الاعلامي عوني نافع، الناقد الرياضي والمشرف على الكره بنادي بولاق الدكرور. مساء الخير يا كابتن عوني. مساء الخير يا زميلي العزيز والمتميز دكتور ايهاب الكومي، وتحياتي ليك وتحياتي لضيفك العزيز. اشكرك. يعني قول لي، طفره كبيره جدا في النتائج في بولاق الدكرور حاليا، ووصلتوا في الكاس للادوار التاليه، ببارك لك على المجهود المبذول داخل بولاق الدكرور، وقول لي طموحاتكم ايه خلال المرحله القادمه. والله الحمد لله رب العالمين يا دكتور، بولاق مليانه بالمواهب، بولاق مش جديد، ده مش جديد عليها، بولاق دي خرجت عبد الستار صبري، لكن للاسف هي زيها زي العديد من الانديه، العديد من مراكز الشباب بتعاني من شبح الازمه الماليه. نادي بولاق اللي بيحتضن او بيكون في منطقه فيها 3 مليون نسمه، للاسف ما عندناش ملعب، بنعاني ان احنا بنلعب ماتشاتنا بره ملعبنا، بنلعب في ملعب امبابه، بنأجر ملعب ب 40,000 جنيه في السنه، وميزانيه النادي مش عايز اقول لسيادتك ان هي ملاليم. وزاره الشباب والرياضه واقفه بتتفرج علينا واحنا بنعمل نتائج متميزه، للاسف ما فيش دعم، ما فيش اي خدمات بتتوفر لنادي بولاق. وانا بحاول ان انا اضم صوتي لصوت حضرتك ونطلع صوت الناس كلها للمسؤولين، ان احنا النهارده محتاجين ملعب يا جماعه. ما ينفعش النتائج الطيبه ديت ان انا اوصل للدور 64 في كاس مصر وماشي كويس جدا في دوري الدرجه الثالثه، وكمان لحد الان، حتى الان انا ما عنديش فلوس اصرفها للعيبه. اللاعب بيتقاضى 150 جنيه في الماتش الواحد والله يا كابتن ايهاب، ويمكن لحد دلوقتي في ماتشين ما معناش فلوس نصرفهم المكافئات بتاعتنا. كابتن حامد بيقول لي انا اتفقت مع المدير الفني ازاي نتغلب المباراه القادمه عشان ما اعيش، يعني عاوز يتهزم في المباراه. احنا بندفع 75 جنيه يا كابتن، الحمد لله. يعني انت حالك كويس جدا كده يا عون. والله يا دكتور ايهاب، يعني شاور الدريه ما يضحك طبعا، يعني الحمد لله طبعا. احنا مش موضوع الماديات، احنا في جهود ذاتيه، في عندنا ناس مسؤولين الحمد لله يمكن بيدعموا اللعيبه، بنقدر نجيب لهم ملابس، بنقدر نجيب لهم كور، بنقدر بصفه شخصيه ملابس. بصفه شخصيه زي ما بنقول. بالظبط. لكن واحنا ربنا يعلم احنا بنعمل ايه معاهم، لكن احنا اللي بنلتمس من السيد وزير الشباب، مش معقول يا سياده الوزير يبقى بولاد دكرور منطقه فيها 3 مليون نسمه ما عندهاش ملعب، ليه احنا النهارده نروح نتحمل
إجراء ملعب إمبابة مقابل 40,000 جنيه في السنة، وحضرتك السنة اللي فاتت تحملت إيجار النادي الإسماعيلي والعديد من الأندية. هو عشان خاطر نادي بولاء بعيدا عن الأضواء، نادي بولاء تعمل ان هو يصعد للدوري القسم الثاني ودوري الممتاز، وانا بقولها وعلى مسؤوليتي عندنا مواهب وعندنا لعيبه تلعب في الدوري الممتاز تستطيع ان ترتدي قميص المنتخب الوطني. والكلام ده كلام عنتري ولا كلام ملوش اي اساس من الصح. تعالوا وهاتوا كاماراتكم وشوفوا اللعيبه بتاعتنا وشوفوا مستوانا الفني والبدني هل يؤهلنا للعب مع الكبار ولا لا. وقتها او نافع اتكلم وكان عنده مصداقيه. وصدقوني اللي بيحصل النهارده في المنتخبات الفنيه ده ضريبه فشل المسؤولين في التعاقد مع لاعبي القسم الثاني او الثالث ولا اعتماد على لعيبه او رديف الدوري الممتاز. طيب زميل العون نافع ناقد الرياضه اشكرك شكرا جزيلا، مشرف على الكره في بولاق الدكرول. سعادتي لما يعني اجي من الصعيد على مطروح على بولاق انا عاوز كل واحد عنده مشكله الناس اللي ما فيش حد سمع عنها، لا احنا صوتكم ومشكلاتكم بتصل من خلال هذا البرنامج اللي احنا مخصصين له على طول مساحه كبيره جدا عشان صوتكم يصل الى المسؤولين. طبعا وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز زي ما بقول يعني الراجل ده محبوب، عامل طفره انشائيه في كل الاماكن. كل ما اتمناه ان الصعيد خلال الفتره القادمه الاقي فيه خطه طموحه من وزارة الدولة للشباب والرياضة في إحداث نهضة إنشائية رياضية داخل محافظات الصعيد، عشان الناس دي على مر الزمن يقول لك إحنا مهمشين مش واخدين حقنا. الصعيد جزء أصيل دولة الشهامة والرجولة والطيبة منشأها في الصعيد. يعني داخل مصر جزء كبير جدا في السياحة معتمد على الصعيد، فرجاء إن الصعيد يكون له نظرة خاصة خلال المرحلة القادمة عشان ننهض بالشباب في الصعيد. اتفضل يا استاذ. طب حضرتك الى ان يتم هذا هل نتوقف؟ بتسالني انا؟ بسال حضرتك لان عشان حضرتك توجه الى ان يتم هذا، هل نتوقف عن الرياضه او عن ممارسه الرياضه؟ لا، انا ليا مشروع ان ايه اللي ممكن اعمله؟ انا كان ليا مشروع قبل كده لمحاربه الفساد في الاتحاد ايام الجمعيات العموميه. ايه اللي طلبته؟ قلت انا مش عايز استضاف في فنادق، انا عايز استضاف في مركز الهدف. وكنت توجهت بالكلام ده في البرنامج الكابتن. بس مركز حسن. الهدف عندنا مخصص للكره النسائيه، عندنا دوري ما عندكش فرقه كره نسائيه؟ ما عارفينش نعمل، ما عندناش في الصعيد، موتونا لو عملنا كره نسائيه في الصعيد. ده احنا خلاص بقى مخصص لمجموعات معينه، ده بيتفقوا مع خبير اهلي عشان ننهض بالكره النسائيه بعد الطفره الكبيره في الكره مع الكره النسائيه والشاطئيه هناك في مركز الهدف فقط مخصص لناس معينه. ما هو ده الفساد. فانا صار الكره الشاطئيه لا انتوا في الصعيد بقى استناني بقى، ده انتوا مخصصه الكره الشاطئيه في الصعيد وده برضو لغز غريب. ممكن على شط النيل بقى، ما على شط النيل، على شط النيل اللي بداوا يردموه يلوثوه. ولكن ايه اللي كان المقترح وايه اللي ممكن اقترحه دلوقتي؟ اتفضل. اقترحت ان بدل ما بتستضيفونا على حساب الاتحاد في الفنادق واستضافات مفتوحه، لا انا بيت الاتحاد مركز الهدف وفي غرف احسن من الفنادق اللي بره، والتكلفه اللي بتصرفها على الفنادق لا اختصرها خليها للاتحاد والاتحاد يدعم بها الانديه الغلابه. وبالفعل عملت قدمت طلب في الجمعيه العموميه، والطلب للاسف ما طلعش في يوم الجمعية العمومية. اختفى بقدرة جادر. فكنت مصور واخد عليه وارد من الاتحاد ورحت موزعه على الجمعية العمومية. الجمعية الأخيرة دي الجمعية اللي قبل الأخيرة اللي انعقدت اللي كانت فيها انتخابات. طب ده المفروض الأستاذ جمال علام راجل بينتمي إلى صعيد مصر بأصالته والمفروض يعني يكون داعم وسبورت لكم في كل الأوقات. لا هو الأستاذ جمال علام مش داعم للرياضة خالص. لان هو ما مارسش رياضه وانا ما مارستش رياضه، بس انا مارس اداريات رياضه. ده يعني معلش تسمح لي اقفل دفتري بقى واقوم تمام وكفايه كده عليا. انا بقول لحضرتك لا مش داعم للرياضه. لا بمعنى ان الاستاذ جمال علام داعم ان ان ان, إن يدير الرياضه عن طريق الغير، والرياضه في الاتحاد مداره عن طريق الغير. وارفض يعني ايه طريق الغير؟ ما دي حاجه معروفه طريق الغير. ما يحبش الأوكاز. زي ما الاستاذ جمال علام جه رئيس اتحاد عن طريق الغير، او اذا كان جه الاتحاد عن طريق الصدفه. قول انا عاوز اسمع، انا مش هتكلم.
كفايه اللي انا اتكلم. عشان لما يتم اشراف كل عضو من الاتحاد اشراف كل عضو من الاتحاد على لجنه. حد بيجيب في سيرتك كده يا استاذ جمال؟ بيجيب في سيرتك. وهم اللي جايين من الجمعيه العموميه ويدوا ظهرهم للجمعيه العموميه بعد الانتخابات. والدليل على كده ان الجمعيات العموميه بعد الجمعيه العموميه الخاصه بالانتخابات ما بتجتمعش او ما بتكملش. ليه؟ ما ده لغز برضه. ليه؟ لان ما حدش ليه مصلحه ان الجمعيه العموميه يكون صوتها عالي. حتى الاعضاء بعض الاعضاء الجمعيه العموميه اللي كان ليهم مصلحه وكانوا بيعلوا صوتهم في الجمعيه العموميه بعد ما استدرجوهم وخلوهم رؤساء لجان وخلوهم ليهم قدر مالي في الاتحاد. انا عايز اسامي يا يعني كلام خطير. رؤساء لجان و ومن ضمنهم رئيس مالي من ضمنهم مين؟ رئيس اللجنه القانونيه. وانا عضو في اللجنه القانونيه بدون ما اعرف مين رئيس اللجنه القانونيه. رئيس اللجنه القانونيه هو الاستاذ حسن عبد الفتاح اللي كان اعلى صوت في الجمعيه العموميه بتاع رئيس نادي بيلا. بس هو موجود حاليا؟ موجود حاليا. فين؟ في اللجنه القانونيه. رئيس اللجنه القانونيه هو سيادتك. والله ما اعرف. انا اللي انا اعرفه اللي فيه المستشار حسين موجود. لا وفي الاداره في اداء المشطه والدوله في الاداره في اللجان. امال اللجنه القانونيه دي لجنه قانونيه مكونه من الاتي. بمرتبات بمرتب لازم بيطلع له مكافاه. طب قول لي كده مكافاته تقريبا 6000 جنيه في الشهر. الله اكبر. طيب خلينا على ما طلع لي الورقه دي معلومه لاول مره بسمعها ان في اداره قانونيه وفي لجنه قانونيه. الاداره القانونيه ده بيعتبر موظف بالاداره دول موظفين واللجنه القانونيه عاوز اعرف واعرف مرتباتها واعرف مين اللي عينه زاغت ودخل اللجنه القانونيه وبيتقاضى كام. ده هيكون معايا طبعا بالمستندات اللي هيقدمها كابتن حامد علي بابا لكن بعد الفاصل.